يا صباح السعادة على كل أعضاء وجماهير النادي الأهلي الكرام. النهاردة معانا 3 تمرينات، لو عملناهم صح هنحمي نفسنا من الإصابات، وهنحمي من نفسنا إن إحنا ممكن يعني نكون بنعملهم وحاسة إن أنا بعملهم بس ما بيجيبش أي نتيجة خالص. فالنهاردة هنشوف الإكزامبل الصح جدا. معانا كابتن حسن من جيم الرجال نادي الأهلي فرع الجزيرة، فهنشوف كده الأخطاء الشائعة اللي بتحصل وتصليحها في نفس الوقت. هنبدأ بتمرين كل الناس بتبقى عايزة تعمله، تمرين السكوات. فهنشوف كده معانا احنا بنقف ازاي، هنعمل الاول غلط عشان نحط عليه ايرور وبعدين هنصلح مع بعض. بنقف زاويه رجلينا مفتوحه، ده الغلط. نشوف كده الاخطاء الشائعه بيحصل فيها ايه. اتفضلي كابتن حسن، بتنزل على قدام كده غلط، بنعمل مشاكل كبيره جدا في ركبتنا. نشوف الصح بتاعها بسرعه ونركز في الصح لان هو ده اللي المفروض كلنا نستخدمه. اول حاجه بنزل الهيب بتاعتي على ورا، ظهري مفرود، ركبتي ما بتعديش مشط رجلي، وهنا بنقول صح وحلو جدا ونكمل على ده. تاني تمرين معانا هيبقى تمرين برضو احنا بنعمله في الجيم وبيبقى مهم جدا للولاد وللبنات، وبقوا يعملوه يعني بطريقه خطا كبيره، بنجري بسرعه نصلحه عشان ده الغلطه فيها هيبقى فيها مشاكل كتير قوي، ظهر رجلين والهب. يلا يا كابتن حسن، هناخد دمبلز ممكن تبقى خفيفة أو تقيلة، ما فيهاش أي مشكلة خالص. خلونا الأول معانا أول غلط هنشوفه، إن كل الناس بتنزل لقدام، بتقعد أكنها قاعدة في السكوات وبتبقى عاملة أرش في ظهرها، وده بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الظهر. بيبقى عامل أرش لفوق وموطي، كمان بينزل راسه لتحت وبيبقى قاعد في السكوات، ده غلط. نشوف الصح معانا، بثبت من فوق، بثبت ظهري، بنزل بظهري على قدام، سوفت ني، بس بميل بميل بميل، كمان 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 كمان، ستوب، اطلع تاني بالراحه خالص. يبقى انا ما بيتحركش معايا خالص ولا رجليا، بنزل بس بظهري، راسي قدام، ثبتها نظري قدام على حاجه معينه، وما بعملش قرش في ظهري. تمرين التالت معانا وبرده بنعمله في الجيم كتير، تمرين اللانج. اول حاجه معانا اول خطا بيحصل فيه، بنزل على قدام وبيطلع بركبته على قدام خالص، وده اول غلط معانا. يلا نشوف الصح بتاعه عشان نعمله على طول صح من اول مره، ما نجربش الغلط خالص. بنزل زاويه رجلي 90 درجه، ما بتعديش مشط رجلي اللي ورا هي لتحت، ظهري مفرود، بتنفس نفس وارجع بالراحه. وبكده يبقى احنا وريناكم الثلاث تمارين انتم معتمدين عليهم في تمرين الرجلين، وده يوم مهم جدا عند الولاد وعند البنات. وإن شاء الله المرة اللي جاية هنفككوا بتمرينات تانية تبقى صح من البداية للنهاية. صباح السعادة.